الحضان بيرقد بدري على الحصوايه الاولى، يعني بيجيب الحصوايه الاولى البيضه الاولى ويحضن البيض مباشره، بيرقد عليه دون الانتظار البيضه الثانيه، فبالتالي الزغلول الاول بيطلع قبل الثاني بيوم او بيومين، فبيأثر على الزغلول الثاني تأثير سلبي، لان بياخد كم كبير من الكالسيوم في شكل لبا فبيأثر على الزغلول الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من قناتكم قناة طبيب الطيور إبراهيم زيادة، أحييكم جميعا كل متابعينا ومشتركينا المحترمين الأفاضل الأعزاء إخواتنا وحبايبنا. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أخوكم إبراهيم زيادة، وكل عام وأنتم بخير، ويا ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هنكمل مع بعض سلسلة أمراض الطيور، ومعنا النهاردة موضوع مهم جدا وموضوع خطير ولازم نكمل الفيديو للآخر. قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفنا انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل، واعمل لايك للفيديو وكمل معانا عشان الفيديو مهم جدا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. إن شاء الله بإذن الله هنكمل مع بعض سلسلة أمراض الطيور، وإن شاء الله موضوعنا النهاردة هيبقى موضوع مهم، وطبعا انطلب مني كتير قبل كده، بس انا كنت مستني لما تحصل عندي حالة فعلية او حالة عملية عشان اشرح لكم عليها، لان زي ما حضراتكم عارفين انا ما بحبش اشرح في مواضيع تخص الامراض الا ما ايه الا من 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 واقع تجارب عملية، وبشرح قدامكم وبصورها لكم فيديو. فطبعا الحالة اللي معانا دي ده موضوع زغلول كبير وزغلول صغير. ده طبعا بتحصل عند كتير، يعني كتير من الناس بتحصل عندهم المشكلة دي، والموضوع ده طبعا منتشر وعند ناس كتير قوي. طبعا مودي عمال يأمن على الايه على البضاعة، معلش يا جماعة، هو بقى طبعا يعني هو صاحب القناة ولازم نستحمله كلنا ولازم نشجعه ونعمله لايك. طبعا الفيديو ده مهم جدا وطلب مني كتير، وقلت لازم اتكلم عنه، بس لما ايه تكون معايا ايه حالة عملية. فطبعا هنتكلم في موضوع الزغلول الكبير والزغلول الصغير. زي ما حضراتكم شايفين في فرق كبير، الزغلولين اللي في الطاجن ده الزغلول الكبير، والزغلول التاني صغير جدا ضعيف وهزيل. طبعا ده موضوع الزغلول الكبير والزغلول الصغير. طبعا الزغلول الصغير بصوا عامل ازاي، ضعيف جدا، يعني صحته ضعيفة، وفرق كبير بينه وبين اخوه. طبعا هنعرف مع بعض الاسباب اللي بتؤدي الى هذه المشكلة، وهنعرف مع بعض الحل ان شاء الله بالتفصيل مع قناة طبيب الطيور. طبعا ده طبعا فيتامين كويس جدا اسمه فيتامونت بشري. طبعا دي عبوة او علبة تمنها 15 جنيه، 100 ملي. دي طبعا ممكن تكفي معك شهرين 3 سنة، يعني ما شاء الله بتكفي معك كويس. فطبعا الاسباب سريعا كده يا جماعة، الاسباب سريعا. السبب الاول ان شاء الله هيكون من الحضان. الحضان بيرقد بدري على الحصوايا الاولى، يعني بيجيب الحصوايا الاولى وبيحضن البيضة الاولى مباشرة، يعني بيجيب الحصوايا الاولى وبيرقد عليها مباشرة دون الانتظار البيضة التانية، فبالتالي الزغلول الاولاني بيطلع قبل التاني بيوم او بيومين فرق، فطبيعي هيكون في فرق كبير بينهم، لان الكبير هياخد اكبر كم من التغذية والكالسيوم. الكالسيوم اللي بيكون في شكل لبا، اللبا اللي هو لو بيكون المادة اللي هي السايلة البيضة اللي الحمام بيكون محضرها اللبا، ده بيكون فيه نسبة كالسيوم عالية، فطبيعي الزغلول الاول هياخد كل الكالسيوم، فالتاني لما يجي بعد يومين مش هيلحق كالسيوم او مش هيتزق بالشكل الايه بالشكل المظبوط، فهياخد من رصيد اخوه طبعا، فهيضعف بالشكل اللي حضرتك شايفينه. العلاج ان شاء الله هيبقى فيتامونت اللي انتوا شايفينه ده، فيتامونت بشري. هندي للزغلول الضعيف 3 سنتي
كل يوم لمدة 7 أيام، هنديله 3 سم يوميا لمدة 7 أيام، أو 2 سم الصبح و2 سم بالليل، وندي برضو الزغلول التاني أخوه برضو نديله 2 سم معاه، مفيش أي مشاكل خالص من الفيتامين. ده هيكون العلاج بتاعنا يا جماعة فقط لا غير. هندي الفيتامين ده، الفيتامين ده فيه تركيز عناصر غذائية رهيبة ومفعوله سحري وآمن جدا ونتائجه محترمة. السبب التاني يا جماعة هيكون ضعف الحضان. أي ده يعني ايه ضعف الحضان؟ ضعف الحضان يعني القص ده مش حنين، يعني مش بيزق كويس، ضعيف في عملية الزق والتأكيل للزغليل، فبيركز مع زغلول واحد بس وبيسيب التاني يضعف لحد ما بيوصل لمرحلة ان هو ممكن يموت. العلاج بقى زي ما انا قلت لكم هيكون فيتامونت، ماشي، هندي ان شاء الله 3 سم يوميا مساء، او 2 سم الصبح و2 سم اخر النهار لمدة من 7 ل10 ايام. وهندي كمان يا جماعة 10 حبايات حمص مبلول لمدة اسبوع للزغلول الضعيف، 10 حبايات يوميا لمدة اسبوع للزغلول الضعيف، وان شاء الله هيبقى زي الفل. ونشيل كمان الزغلول الكبير، واحنا بنكلف الحمام نشيل الزغلول الكبير لما الاهالي تأكل الزغلول الصغير، وبعدين نرجع نحطه تاني، وكده ان شاء الله النتائج هتبقى كويسة مع العلاج ده وهتبقى زي الفل. عجبك الفيديو لازم تدي الفيديو حقه وشير لايك سبسكرايب، وإلى اللقاء في الفيديو القادم، والسلام عليكم.